السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في من كان قبلكم رجل أذنب ذنبا عظيما وكأن تعجل عقوبة، قال الله يستر، الله بيعاقبني اليوم بكرة، الله يستر. فتأخرت العقوبة عليه وحس أن العقوبة تأخرت، فسأل عالم من علماء المسلمين، عالم حكيما، قال: يا إمام، إني أذنب ذنبا والله ما عاقبني إلى الآن. نظر إليه قال: هل تخشع في صلاتك؟ قال: لا وربي. قال: وأي عقوبة ترجو؟ إذا لب الصلاة وهو الخشوع وهو جوهر الصلاة راح منك، فعلم أنها أعظم عقوبة ويعاقب بها الإنسان في الدنيا، لأن الله تعالى ذكر في القرآن العظيم: قد أفلح المؤمنون. ما هي الصفات؟ ما ربنا قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة أمر عظيم. اللي منكم ما رزق هذا، يدعو الله أن الله يرزق الخشوع في الصلاة. وأعظم سبب يجعل الإنسان يخشع في صلاته التلذذ في هذه الصلاة، أنه يناجي ربه. اللي منكم يحب لشخص يلقاه يشكو له همومه ويحبه ويغلي ويفضفض له كما يقولون، يتمنى لقاءه لو يسافر له في آخر دولة، لو يترك أشغاله كلها ويستأذن من أجل جلوس مع شخص: أنا أقف بين يدي الله تعالى وأشكو لله تعالى. جربوا في السجود المناجاة، لما تكون لوحدك وأنت ساجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وادعو بما شئت واشكو همومك وبث همومك بينك وبين يدي الله تعالى. الله تعالى هو الذي يسمع، تهمس الأرض ويسمعك رب السماء والأرض. ونحن أقرب إليه، أي بالإجابة والنصر والتأييد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية عظيمة. كذلك صلاة النافلة قبل الصلاة، أنك تصلي سنة وتدعو الله تعالى بلذة والإقامة، الدعاء مستجاب لا يرد. في عبادات تسبق عبادة الأصلية الفريضة: الوضوء، دعاء بعد الوضوء، صلاة تحية المسجد، أو السنة القبيلة للصلاة، وهكذا. وهنا إشكال: لو دخلت المسجد وأنا يعني بصلي تحية المسجد وعندي سنة الظهر، سنة الظهر تكون معها تحية المسجد، ما يلزم تحية المسجد إذا أنت بتجلس في المسجد وما عندك أي صلاة، هنا صلاة تحية المسجد تجلس، يعني ما تجلس حتى تصلي، إما صلاة قبلية سنة راتبة أو تصلي فريضة، ما عندك شيء صلي تحية المسجد وجلس. إذا أنا دخلت المسجد بصلي سنة الفجر، هي نفسها سنة الفجر خلاص ثابتة، تدخل معها تحية المسجد ويدخل معها سنة الوضوء، ما في حرج أن تدخل عبادات في صلاة واحدة لأنها نوافل ولا حرج. أما قضية أن الإنسان فقط ما عنده الفريضة، لا، قدم صلاتك بنوافل وأذكار وأدعي، وعليك بذكر الله تعالى في الطريق وأنت ذهب المسجد، ودعاء ذهب إلى المسجد أمر عظيم. وجرب وأنت تصلي، اجعل أذكارك تكون بهدوء، حتى الفاتحة. الله تعالى يقول حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمد عبدي. ودلال على أن البسمة ليست من الفاتحة، البسمة تقولها وتقرأها لكن لا تجهر بها. والدليل قول الله تعالى حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمد عبدي. الشاهد تقرأها آية آية: الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمد عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، إياك نعبدك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وهك تقرأ آية آية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية آية، ما أقرأها سنة واحدة. وهذا لا شك أنها من الأمور التي تجعل الإنسان ما يخشع في صلاته. فإذا ركعت: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تلذذ في صلاتك، أنت تركع لله، هنيئا لك. بعض الناس ما وفق أنه يركع ويسجد لله، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتلذذ في صلاتك. لما واحد يتلذذ في الصلاة يريد أن يقف بين الله تعالى وناجي ربي، لأن كل شيء بيده، رحت ورديت ولجأت للدنيا حق أشخاص، حق تجار، حق ناس كبارية. الله هو الكبير المتعال، الله هو أكبر، الله هو أكبر. الجل لله وأحسن وقوف بين يديه وادعو الله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني يا رب تعيدني من هذا الشيء لأعيذنه. فإذا ركعت ورفعت، الشاهد نحن الآن في وقت صلواتنا تزيد، نوافل تراويح قيام غيرها، نوافل اللي نقدر نصلي. وتذكر الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب ترزقني الخشوع في الصلاة. جرب الدعاء، جرب الدعاء وانت ساجد سبحان ربي الأعلى. لما تصلي لا تفز على طول، متضايق
كاره للصلاة، على طول قمت على طول، اقعد 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 اجلس واذكر الله تعالى. انت حتى مو سلم الامام انتهى من الصلاة خلصنا؟ لا ترى ما خلصنا، اجل الصلاة شغال. ان العبد اذا صلى وانتهى من الصلاة وجلس في مصلى ما زال في صلاة، ما لم يحدث او يخرج مكانه، خليك جالس واذكر الله تعالى. خلصت قم راعك الله وامشي، كانك ما ودك انك تطلع. تقول والله ما وديني اطلع، قاعد واحد تحبه، والله ما وديني اطلع، بقعد عندك. تكفى تكلم واحد شخص مخلوق، يمكن تطلع يسبك ولا يدري انك انت جاي بمصلحه. الله تعالى يفرح، جاء في الحديث ان الله يستبشر بدخول العبد للمسجد. الله يستبشر لما توقف بين يديه وتصلي له. الله اللي غني عني وعنك، شدوا حيلكم وترددوا في الصلاه وادعوا الله تعالى يرزقكم خشوع في الصلاه. والله اعلم، واسال الله تعالى بمنه وكرمه باسماء الحسنى وصفات العلى ان يرزقنا الخشوع في الصلاه ويرزقنا التردد في الصلاه، واسال الله تعالى الا يحرمنا لذه الوقوف بين يديه جل وعز في الدنيا، ولا يحرمنا من النظر الى وجه الكريم في الاخره. اسال الله تعالى ان يشفي كل مرضى المسلمين، واسال الله تعالى ان يعينهم على يعني هذا المرض ويثبتهم على الحق، واسال الله تعالى ان يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعائنا، واجعلنا اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، من المرحومين، من اعتقاه من النار. اللهم اللهم اعتق رقابنا ورقاب متابعيني من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا ومن لهم حق علينا. يا رب تغفر لابائنا الذين ماتوا وامهاتنا الذين انقضوا، واشفيهم والبسهم بالصحه والعافيه. احبكم في الله، وتذكروا الصامدع المستجاب، ادعوا الله تعالى في كل وقت حنيئا لكم، ان الله مد باعماركم وعشتم هذه الايام الكريمه. أحبكم في الله.